أنا مثلا من الناس اللي أثرت فيها جدا قصة حكاها الشيخ الشعراوي عن أبوه، أثرت فيها في رؤيتي لولادي. إن الشيخ الشعراوي بيقول أنا ما كنتش بحب، أنا سمعتها منه شخصيا في التلفزيون، يعني ما كنتش حابب إن أنا أكمل في الأزهر، وكنت عايز أفضل فلاح. فقلت إيه لما أبويا يجي لي من بلد بعد ما دخل الأزهر سنة أولى؟ هعجزه، هقول له الكتب غالية قوي، فيقول لي يا ابني الكتب غالية، تعالى أرجع البلد وأعيش بقى فلاح معانا. فلما أبوه جه عشان يدفع له مصاريف الكتب يشتري له الكتب، راح وقعد يشاور له على كتب كتيرة جدا جدا تساوي 50 جنيه. ده مبلغ ضخم جدا جدا أيام شباب الشيخ الشعراوي، وهو بقى معرفش كان ساعتها 16 17 سنة، الحقيقة مش عارف بالظبط، سنين طويلة جدا يعني. أبوه يدفع ويطلع من جيبه ويدفع، يقف شوية يفكر وبعدين يقوم، لغاية ما كراتين وروحها له على البيت، عمل بيها مكتبة ضخمة. وهو بيوصل أبوه الشيخ الشعراوي بيقول، وأنا بركبه القطر كده، قال له بقول لك إيه يا ابني، أبوك مش مغفل، أنا عارف إن مصاريف الكتب بتاعتك 38 قرش، أبوه دفع 50 جنيه، بس بص يا ابني العلم أدفع فيه اللي ورايا واللي قدامي. بالمناسبة دي كانت مكتبة الشيخ الشعراوي، النواة اللي اتبنت عليها مكتبة الشيخ الشعراوي، وانبهر بابوه إزاي مش فارقة معاه الفلوس، المهم ابني يطلع عالم ويخدم نفسه ويخدم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويخدم الناس كلها كمان. قصة أبو الشيخ الشعراوي دي فرقت جدا معايا في رؤيتي يعني إيه استثمار في الأولاد، ويعني إيه الأب الطبيعي والأم كمان إن هو يدفع اللي وراه واللي قدامه، بس يشوف ولاده طالعين أحسن منه في الدنيا ونافعين لنفسهم وللي حواليهم.